إقبال كبير بتشهده معارض أهلا رمضان اللي تم افتتاحها مؤخرا واللي بتوفر سلع أساسية بأسعار مخفضة في عشرات المنافذ، وده في الوقت اللي بيشهد فيه العالم أزمة توفير السلع. خلينا نعرف آخر أخبار توافد الناس على معارض أهلا رمضان من المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. صباح الخير على حضرتك، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك وبشهادتك الكرام، كل سنة والشعب المصري بخير والأمن والاستقرار وشهر رمضان الكريم إن شاء الله. كل الشكر ليك باشمهندس. بداية، معارض أهلا رمضان متوفرة في كل المحافظات، أهم السلع اللي بتوفرها المعارض دي؟ كل المعارض السنة دي في رقم غير مسبوق، 8000 منفذ على مستوى الجمهورية في جميع القرى والقرى والمحافظات والمراكز، وتم افتتاح معرض رئيسي يوم 24 مارس تحت رعاية دولة الإسلام الأستاذ معالي وزير التموين والتجارة الداخلية ومنطقة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية. المعارض عذرا الصوت مش واضح قوي، من فضل حضرتك لو في مكان أفضل نقدر نسمعك منه. تمام، اتفضل يا فندم. تم افتتاح المعرض تحت رعاية دولة الإسلام مجلس الوزراء ومعالي وزير التموين والتجارة الداخلية ومعالي وزير التجارة والصناعة واتحاد الغرف. المعرض فيه جميع السلع في أرض المعارض يوم 24/1 في المعرض الرئيسي. تزامنا مع تنفيذا لتوجيهات دولة الرئيس مجلس الوزراء ورفع الأعباء عن المواطن المصري، تم البدء في جميع المعارض والمنافس والشوادر والسيارات التي تبلغ 8000 منفذ، وده رقم غير مسبوق. جميع السلع متوفرة في المعرض اللي هي مستلزمات رمضان وتخفيضات 20-25 بعض السلع 30%. عايزين أقول السلع تم الاتفاق عليها والتنسيق ما بين معالي وزير التموين والتجاره الداخليه والساده المنتجين والمستوردين واصحاب المصانع لتصل التخفيضات من راس القرن للمواطن مباشره، وهذه التخفيضات ترجع بعد رجوع الاسعار الى ما كان قبل حرب روسيا اوكرانيا، وهذه الاسعار السلع زي الرز، السكر، الزيت، الدقيق، الصلصه، المكرونه، الجميش، حضرتك اللي هو متواجد. هنقول على سبيل المثال الزيت اللي كان بيتباع ب 29 30 تصدر صار قبل المعارض شفت جسد الصوت لا يزال مش واضح لحضرتك، بس تغير المكان اللي موجود فيه. وعايزين نتكلم معاك عن الاقبال، يعني احنا عارفين انه كان ميعاده انه هيتم اطلاق معرض اهلا رمضان وافتتاحه في 25 من مارس، فتم تبكير ميعاده. ليه تم تبكير ميعاده؟ عشان في ازمه عالميه واحنا بدانا نشوف ارتفاع بعض اسعار بعض السلع، فعايزين نعرف من حضرتك الاقبال من الناس عامل ازاي من يوم 15 لحد دلوقتي. شديد نتيجة الناس فجأة بأسعار نزلت ما قبل الحرب الأوكرانية مع روسيا، والأسعار بعد ذلك التخفيضات من 20 ل 25، يعني الأسعار نزلت قبل الموضوع ورجعت عملنا التخفيضات من 20 ل 25%. هنقول في تزاحم شديد، لأن في بعض الناس استعجلت واشترت قبل المعارض، فكانت النتيجة إن هي فجأة الإزازة تزيد من 31 جنيه و24 جنيه، كل السكر ب 9.5 و ب 10 جنيه، الدقيق ب 9 جنيه كانوا الناس بيتحدثوا على 12 جنيه ويقولوا هذا الكلام، لا المعرض فيه دقيق ب 9 جنيه، هنقول في بعد كده الدواجن ب 48 جنيه منظفه جاهزه، هنقول في اللحمه ب 9 ب 95 جنيه لحمه سوداني طازجه، هنتكلم في لحمه برتيجي تم تدريب سعر الى 80 جنيه، هنقول السلع متوفره جدا، ولكن قلناش للساده المشاهدين ان ممنوع التزاحم، الاسعار مخفضة مستمرة، نقول السلع متوفرة لفترة طويلة، ويمكن الجديد من خلال برنامجكم الجميل أن أمر معالي وزير التموين ومعالي وزير التنمية المحلية في افتتاح معارض وشوادر الجيزة باستمرار الشوادر والمعارض والمنافس حتى نهاية شهر رمضان وشهر بعد رمضان. وكانت المفاجأة من التيار الصغير لما تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء باستمرار المعارض والشوادر والسيارات حتى نهاية العام، تخفيف الاعباء عن المواطن المصري، استمرار المعارض والشوادر حتى نهايه العام، يعني هذه الاسعار هتكون مستمره معانا لغايه نهايه عام 2022. اشار دوله رئيس مجلس الوزراء بنص صريح وكلام واضح ان الحرب ما بين روسيا واوكرانيا لا احد يعرف مداها ومدى تستمر، واحنا حاطين جميع البدائل الصعبه وعاملين حساباتنا على امور صعبه، فالنهارده تخفيفا على الاعباء عن المواطن المصري والدوله خدت عده قرارات لرفع الاعباء والنزول بالاسعار بتوافر السلع والتعاقدات السريعه ولفتره ومده طويله طويله الاجل لاستمرار التخفيضات وعرض السلع وتوفرها حتى نهايه العام بتخفيضات عاليه جدا، وده كانت توجيهات دوله رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر في ارض المعارض في ارض المؤتمر.
التطورات في المعرض الخليجي. يعني عاوزين نقول المخزون الاستراتيجي امن جدا جدا، السلع متوفره، الدوله عامله حسابها باستراتيجيه عاليه جدا في توفير السلع لفترات طويله، والقياده السياسيه توجيهاتها في زياده المخزون. ممكن تم التعاقد على كميات من الزيت تؤدي الى 6 شهور ونص، بعد السلع عندنا 8 شهور، السلع 10 شهور، المفروض عندنا اكتفاء ذاتي، السوق المتوفر وعندنا اكتفاء شبه اكتفاء ذاتي السنه دي، منع قرارات برضه منع تصدير الفول وبعض السلع تأمين احتياجات المواطن المصري، وده من أهم الإجراءات اللي اتخذتها الدولة. والنهارده النزول بالأسعار وتوجيه الحملات والتسجيل بالرقابة على الأسواق لمنع التداعي ومراقبة الأسواق في تخفيف العبء وتوفر السلع، وده ما نؤكد عليه بحرص الدولة على توفير السلع واستمرارية التخفيف في الأسعار حتى نهاية العام إن شاء الله. طيب، بما إنه المعرض هيستمر زي ما حضرتك ذكرت حتى نهاية العام، بالتاكيد لازم يكون في تواصل مع الشركات والمصانع والعارضين، وتواصل مستمر كمان. طبعا الشركات العارضه كانت في المؤتمر وسامعين حديث دوله رئيس المجلس الوزراء، كل موجود. وعايز اقول لك في اجتماعات وفي يعني اجتماعات اسبوعيه تامين المخزون الاستراتيجي للدوله. يمكن هذا العمل الرائع وتوفر السلع ونزول اسعار نتيجه عمل وسياق وتنسيق ما بين اجهزه الدوله والوزارات المعنيه، وكل وزارات تشتغل مع بعض. نشكر وزاره الدفاع اللي دخلت عربيات تحمل مصر ما يقرب من 1000 عربيه ومنافسها، وزاره الداخليه اللي عملت مبادره كل واحد بسيارتها، وزاره التموين معارض اهل رمضان والشواغر ودفعت 300 سياره متنقله في المناطق الاكثر احتياجا والمناطق الاكثر سكانا. نقول وزاره الزراعه ومنافسها، نقول النهارده مجلس الساده بعض النواب المسلمين اللي اعملوا شواغر وتكفلوا النهارده، اتحاد الغرف التجاريه شغال معانا على قدر المساق، معالي وزير التنميه اللي وفر الاماكن للشواذ والتوسع في الاماكن في المحافظات الى 9 اماكن و10 اماكن. دي حاجه شيء عظيم، تنسيق ما بين الوزارات وتكاتف ما بين الاجهزه لتوفير السلع ورفع الاعباء عن المواطن المصري. كل الشكر ليك الاستاذ عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين. زي ما حضرتك شفتوا وتابعتوا، السلع الحمد لله متوفره، ويمكن الباشمهندس عبد المنعم ذكر لنا اسعار هذه السلع، عشان في بعض الناس بدات تقول لا ان السلع موجوده بس غاليه شويه حتى في معارض اهل رمضان، فهو ذكر لنا. والصور كمان كانت موجوده على السلع، يعني احنا شفنا الرز مثلا منها بانواعها وبانواع الماركات كمان، يعني كلها حاجات موجهه للجميع يا شاذلي. كل تاكيد شفنا مثلا على سبيل المثال الرز سعره كان عامل ازاي. انا شفت شكاره رز 5 كيلو او كيس رز كده كبير 5 كيلو وزنه 5 كيلو كان سعره 70 جنيه بعد الخصم بقى 58، يعني بنتكلم في كيلو الرز مثلا ب 11 جنيه 11 جنيه وشويه، فاعتقد ان ده سعر مناسب جدا بالنسبه للاسعار اللي موجوده في السوبر. اكيد.